يعني اكو تخوف، ما كنت مركزه بس باللعب يعني مع الفوز والخساره يعني هيجي. يعني كنت تقولين انه مثلا اليوم هاي لازم اغلبها، يعني كنت اركز على كل نقطه هيجي. صعبه كانت الفرنسيه؟ جمهور كان شوي يعني جمهور. منو الاصعب، هي ولا الاوكرانيه؟ ومن واجهتي صعوبه باللعبه يعني الاوكرانيه؟ ايه باللعبه. ايه الاوكرانيه. الاوكرانيه ايه. بطلت العالم هالنتيجه بعدين بعد الفوز مو زين، وتفاجأ وصار اكو مفاجأة، كان الكل كان متوقع انه هي يفوز. هي تفوز طبعا، وانت قلبتي الموازين مو؟ الحمد لله. زين، المعسكرات اللي دخلتيها حتى ارجعها من الكابتن حيدر على هذا الموضوع في تركيا وقطر. اي بتركيا وبقطر. وبعدين رحتوا الى فرنسا ومعسكر داخل بغداد هم كان. اكو كان معسكر داخل. ايش قد طول ببغداد؟ تقريبا متفرقات انه مرتين يعني 20 يوم ب 20 يوم 20 ب 20 20 يوم ب 20 يعني مو مستمره. لا يعني نجله ترجع لدياله وتقوم تروح وتجي وراها نرد نعسكر بغداد. ها وتركيا كم يوم بقيتوا؟ تقريبا 15 يوم. وقطر 15 يوم. 17 يوم. 17 يوم قطر.